فاخلافهم لا يقصرون وسواء عليهم يا ناس اذكروا لا يؤمنون انما تذكر من سمع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة واجر كريم بشروا بمغفرة واجر كريم بشروا بمغفرة واجر كريم انا نحن نحيي الموتى ونكسر ما قدموا وآثارهم وكل شيء القرآن أوله رحمة ووسطه مغفرة نسأل الله تعالى أن يرحم فقيدنا المنعم الشريف الفاضل الذي أسلك فيه وأعظم كثير سيد محمد بن سعيد أيت الدار. الله تعالى نسأل أن يجازيه أحسن الجزاء آمين يا رب العالمين أعمال تجاه آمين. الوطن آمين واجعل له ذخرا وملاذا في قبره آمين اللهم افتح له في قبره مد بصره أنزل عليه في قبره الصحة والنور والضياء والسرور أكرمه بكرامة القرآن زينه بزينة القرآن ألبسه بخلعة القرآن واجعله في شفاعة مولانا النبي العدنان من رجال صدقوا ما عهدوا عليه فمن منقذ الحدا ومن ضمير وما ارتجى اللهم جزيه الجزاء العوفى ما أسداه من خدمة في هذا البلد وجعل له من رحمة المغفرة نورا في قبره ونورا في حشره ولقاء ربه يا كريم أنك تعلم أنه كان رجلا طيبا كان رجلا مجاهدا كان رجلا غيورا على الوطن فالله جزيه الجزاء العوفى وآخر جنة من درس الأنبياء والصديقين وحد الشهداء الذين استشهدوا لأهل كلمة الحق اللهم اغفر لهم جميعا اللهم يمن كتابه ويسر يا ربي حسابه وامر يا ربي ضريحه وعظم يا ربي اجوره وتقي الموازين الحسنات اللهم اجعله في عرائس الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عنهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه المعدود اللهم اجعله من اهل الجنان واهل أحمد ملكين المجاهدين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك حسن الثاني اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعف فيهم واعف عنهم اللهم يا ربي أكرم المتقين وارحمهم آمين.